وفين مرحبا بكم في فيديو جديده بيزنس جديد ادفايس جديده خليكم معايا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم امير رمال في فيديو جديده في نصائح جديده وفي بيزنس جديد. الفيديو اللي فات عجبتكم بزاف، طرا على ديجيتال برودكت وبغيتو تعرفوا اكثر تفاصيل وكيفاش هذا الميدان داير، شنو هما احسن المنتوجات اللي ممكن نبيع وفين نلقاوهم وفين نبيعوهم وكيفاش نجيبوا الكليان ديالو وشنو اللي خاصنا نحضيو راسنا منه في هذا الميدان ديال ديجيتال برودكت. قبل ما ندخلوا في التفصيل بغيت نقول لكم كهذا لا فيديو لي سبونسوريتي باغ اي ا اوتوكوبي. كيف ديما هذا لو جروب تعاونك يدخلك للتداول، لما كانش عندك الوقت كنتي كتقرا كنتي خدام عندك عائله، المهم عندكش الوقت باش دير تداول يعني مانيوال بوحدك، هما كيتكلفوا لك بكل شيء، كيتكلفوا لك الكوم ديالكم باش تداولوا فيه. الله عليهم مزيانين، دونك ممكن تعرفوا اكثر التفاصيل في لو لين اللي غنخلي لكم هنايا، هضروا مع السيبور هو غيفسر لكم كل شيء. و او ميم طون راه فتحت واحد القناه جديده، غنحاول غير توصل ل 1000 ابوني، غادي نبدا نحط فيها دي فيديو بلو تكنيك على كيفاش دير تتعلم التداول، غنخليها لكم حتى هي هنايا، دخلوا تابوناو فيها وان فوا توصل 100 ابوني ان شاء الله غادي نبدا نلونسي لي فيديو بلو تكنيك. الوغ دابا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو ديجيتال برودكت. تقول لي امير شنو هو ديجيتال برودكت؟ بالنسبه للناس اللي تعرفوه عطيونا سميتو التجربه ديالكم في هذا الميدان هذا، وشنو هما المنتوجات اللي كنتو ديجا بعتو وسريتو فيهم في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش خليكم معايا غادي نفسر لكم كل شيء دو ا ا زد غير تهنا. الوغ ديجيتال برودكت هو برودكت غير ملموس، ما كيحتاجش تخزين، ما كيحتاجش ستوكاج عندك مثلا في ستوك ولا في الدار ولا في هذا، كل شيء تيكون عندك في بيانات، هما واحد الداتا يعني بيانات تيكون عندك في البي سي ولا في التليفون ولا هذا. قربني اكثر شنو، عطيني مثال ديال ديجيتال برودكت. نقدر نقول لك مثلا بحال لا سويت مايكروسوفت اوفيس، داكشي اللي فيه الوورد الاكسل اكسيتيرا، كاين تيك راكي الويندوز حتى هو تيبيع، كاين تيبيع لك لي سويت مثلا ديال ادوب فوتوشوب ادوب بريمير ادوب الستراتور، المهم كاين بزاف تيبيعهم لك. كاين حوايج اخرين اللي شويه ايليغال كتلقى سورتو شناهو اللي كيبيعهم اكثر، لي كونت نتفليكس لي كونت سبوتيفاي، كيفاش كتبدا تطلع الكاباسيتي في جوجل درايف، هادشي كامل كاين ناس اللي تيبيعو يجرو فيهم. دونك هادو هما لي تيب ديال لي ديجيتال برودكت اللي كتلقاهم وكيتباعهم بزاف. وعلاش تيكونوا رخاص؟ لان بلاص مثلا غنمشي تسري ليسونس ديال ويندوز القليله كتلقاها بواحد 80 اورو 1000 درهم تقريبا باش كتسري، كتلقاها في النت كتلقاها دايره مثلا 20 30 اورو كطيح لك رخيصه بزاف وكيكون عندك تقريبا لا ميم شوز. دابا واش عمرك هاد لي برودوي مثلا الامثله اللي عطاتك واش عمرك فكرتي تبيعهم؟ ميم سي راه كتلقى تقريبا كل شيء عنده هاد لي، كتلقى مثلا واحد غادي يحتاج مثلا باش يدير الديزاين ولا المونتاج في هاد الفيديو كيمشي كيكراكي ادو بريمير، دونك هذاك اللي غيمشي يكراكيها باش يخدم بها ممكن يشدها ويبدا يبيعها. اولا كاع انت ما فيك ما باغيش كاع تحفي راسك كلشي تبقى تقلب، كتمشي مثلا واحد الريسات فين تبيعوا هاد الديجيتال برودكت بزاف وكتشريهم ولا كتقدر دروب شيبيهم، اولا كاين المنتديات اللي كيبيعوا فيهم هاد الشيء، اولا كتلقى مثلا الكراك فابور ايتترا، دونك ساهل فين تلقاهم. غنوريكم فين تلقاو هاد الشيء اون ديتاي. دونك واش عمرك فكرتي تبيع منتوج بحال هذا اللي تيكون دائما تحت يدينا غير ما عارفين شنو غنديروا به؟ خليو لي الاجوبه ديالكم في لي كومونتير وما تنساش دير واحد اللايك لهاد لا فيديو وبارطاجيها مع صاحبك الا كان مهتم بهذا البيدا. السؤال هو فين غنلقى هاد ديجيتال برودكت؟ كما قلت لكم كاين بزاف البلايص فين ممكن تلقاهم، سواء مثلا انت مثلا درتي في بالك واحد البرودكت بريسي جو سي با، انا مثلا باغي لا سويت ادوب فوتوشوب بريمير كلشي، غتمشي تقلب على الكراك ديالها غاتيليشارجي غاتولي كتبيعو تو سامبلومون، هادشي اللي كاين. بحال هكا غدير مع منتجات واحد اخرين. فين ممكن تلقاهم؟ يعني سوا لي غوشيغش في جوجل عاديين، سوا مثلا غتمشي لعلي اكسبريس. علي اكسبريس موجودين بزاف وتما الصراحه فين ممكن تلقاو اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما باثمنه رخيصه، غير حاولوا تلقاو شي سرير اللي منطوق به وعنده بزاف ديال المبيعات. هادي فيت اتونسيون، ماشي اي واحد تيقول لنا مثلا قد شي واحد يشوف لا فيديو دابا وغادي ينوض مثلا حتى هو يكري سيلر اكونت في علي اكسبريس ويبدا تيبيع. ديما شوف واحد اللي تيبيع بزاف اللي عنده داك الويتين ستارز طالعين، يعني النجيمة طالعين بزاف وعنده لي كومونتير بزاف، هذاك هو اللي تيقوا فيه. صراحة هادي هي لا سورس اللي ممكن سميتو تيقوا بها. كاينين دوطخ سورس، مي هادوك سي بلوس باش تبيعو فيهم ماشي باش تشريو منهم يعني سلعة وتعاودو تبيعو فيها وتربحو فيها، هادو غنجيبو من بعد ان شاء الله. سؤال اخر تطرح هو مثال ديال ديجيتال برودكت، راني ديجا عطيتكم ان اكزومبل، مي نقولكم واحد ليكزومبل لي شخصي انا درتو وبعتو اللي هو كتبيع سميتو لي فولورز ولي لايكس في كلشي، فيسبوك انستغرام في المهم اي سوشيال ميديا ممكن بعت فيه انا هذا. ولكن كنتو باغيين نوريكم ملي كنت كنسري لهذوك الفولورز ولي لايكس ممكن ديروا لا دوموند هكا نشوف واش كاين بنادم باغي يعرف ولا لا في لي كومونتير،
تمنى باغي نعرف كيفاش ندير بيع هذا البيزنس هذا، ونوريكم ديك الساعات فيديو مفصله في لو سيت بشحال كتشري اثمن اللي كتبيع وداك الشيء كامل. صراحه بعت وشريت فيهم مزيان، ما كنتش كنبيع غير في النت مثل مع المعارف ديالي، يعني مع كنت خدام في اجونس دوكم شحال هادي كانوا عندي دي كونتاكت ديك اليوم تيقول لك انا باغي 10000 ابوني طلع علي. وريني خاصكم تعرفوا سي كو سي با دي فولور ريال مي سي دي فيك فولورز، يعني الا مشيتي دخلتي في الدومين الكليان ديالك تيخصك تعلمو، تقولو دائما تيخصك تبقى ديما تشارجي، لان كتشارجي 10000 اليوم بعد 10 ايام تمشي، دائما تيخصك باش تبقى تطلع داك الفولورز ديالك يبقاو باينين راهم بحال غير، ولا ما تيكون لا تفاعل لا انتراكسيون ولا شي حاجه، راه ما تي لايكيو ما تي كومونتيو ما والو، عاود كضطر كتقول للكليان تخصك تسري لي لايك تسري لي كومونتير اتسيتيرا. دونك بيزنس زوين الصراحه، لان كتخلي ديما الكليان يبقى تبقى شاد، ماشي نورمال ما خصوش يتقال، ولاني تنقول لكم غير خدموا الدراري عطيو راسك. دونك فوالا، الا كنتو مهتمين ندير لكم فيديو ان شاء الله على هذا الشيء، مي غير فرقوا لي اللايكس ولي كومونتير ولي بارطاج. دونك هذا هو المثال اللي بعت انا فيه كونكريتمون فين ممكن نبيع هاد ديجيتال برودكت. دونك كاين بزاف ديال البلايص، عندك اول وحده صراحه اللي كتجيني انتريسونت هما دوك لي سيت ديال افيتو. مثلا في فرنسا هنايا عندنا لو بونكور، يعني حاول تبقى تلقى كاع دوك لي سيت اللي في كل بلاد وتبقى تحط فيه انونس، من تما تبقى تجي مثلا يبقاو يجيو لك ليا من كاع البلدان من كاع فهمتيني من المكان. المهم عندك هاد لو بونكور افيتو، هادو فيهم يدار صراحة الله، حتى من ناحية مثلا اللي باغي يبيع تيكري دي سيت ويب ولا كيدير ديزاك ممكن يحط انونس تما وكيجيو الكليان تيبقى يخدم لو سيرفيس كتعيط له ولا في واتساب وهذا كتفاهم معاه. صراحة الدين منصور ملي كنا درنا معاه فيديو راه كان كيحط ديزانونس ديالو بور لي كرياسيون سيت ويب في لو بونكور، دونك ممكن ديرو حتى نتوما. عندك اي باي، انا بعت صراحة في اي باي هاد اللانات ديال بوست ديال السوشيال ميديا، ولاني عرفتي المبيعة الأولى بلوكاو لي الكونت، عاود الطريق بقيت كنحل واحد اخرين. كاين اللي كيبقى يسينيغ عليك فهمتيني، هذا هو سميتو الحاجه الوحيده اللي فيها المشكل في ايباي هي دغيا لي كونط كيطيحو. دونك خصكم ديما تكون عندكم دي كونط باك اب تحلوهم، اون فوا يطيح الاخر تحلو الاخر تبيعو فيه. دونك هذا هو المشكل الوحيد في ديجيتال برودكت الصراحه، دغيا ما تيبغيوش الناس يبيعوا في النت. عندك علي اكسبريس، دونك خاصك تكري تماك سيلر اكونت، الصراحه انا عمري درتها ولكن غادي نمشي نقلب على البروسيدور كيفاش دايره ونوريكم، جو بونس با غادي تكون زعما صعيبه، اي واحد ممكن يديرها. وعندك اخر اهم حاجه هي فيسبوك ماركت بليس، هذه الصراحه كنظن بان ما عرفش صراحه المغرب كيفاش داير عندكم القضيه. هذا راه تبيع فيه كلشي، يعني اي حاجه ممكن بغيتي في بالك بغيتي تبيع راه ممكن تبيعها اي حاجه تما، وحاول تبقى تلقى شي حل. مثلا انت في المغرب تكري شي كونت مثلا يكون بلاد غزيل فرنسا ولا شي حاجه ولا شي واحد يعطيك باش تبقى تطلع تبقى تقدر تبوستي لي بوست في ماركت بليس ديال دوتر بيي ديال بلدان اخر. المهم شوف كيفاش ديرها بشي في بي ان ولا شي حاجه، انا صراحه ما عرفتش كومون ساسباس. مي ملي كنكون مثلا في المغرب كيبدا كيطلع لي ماركت بليس كيبقى يطلع لي ديال فرنسا ديال فين ساكن ديال منين كري الكونت فهمتيني، اولا واخا خاصك تبدل غير الهضره ما عرفتش صراحه كيفاش كتخدم، مي راه غتلقاو لها الحل عليه ساهله. دونك هذا مهم بزاف، ممكن تبيعوا فيه اي حاجه بغيتوا. تقولي شنو هو احسن زعما البرودكت اللي ممكن نبيع؟ شوف انت ما خسر والو، ما غتخسر حتى شي حاجه، دروب شيبي شوف دبر شوف بعد عرف البرودكت اللي غادي تسري، يعني سوا شي واحد مثلا بحال شي ديال ادوب ولا مايكروسوفت اوفيس ولا الويندوز ولا هذا. المهم شنو باغي دير، عرف مثلا ملي غادي تسري بشحال غيطيح لك، بقى تحط دي بوست لي زافونس بارتو، منين تجيك بعتي شي حاجه خذ الفلوس وعاود سري بهم واحد فهمتيني. يعني ممكن تبدا بكل شيء بضرب كل شيء تتشوف اللي كيتباع لك اكثر، وديك الساعات ممكن تبقى تطلق الارتس في انستغرام ولا هذا. المهم هذا الشيء جينيرالمون تيخدم غير بالبوشه وغي واحد كيسري من هنا تيقول صاحبي راه سمعت عند هذا وكتبقى غاديه، سورتو في التعامل سيرفيس دائما تيخصو يكون تعامل مزيان ويكون داكشي بروفيسيونيل. وحاول تدخل علي اكسبريس، شوف لاباتي ديال ديجيتال برودكت راه غتلقى بزاف، راه سورتو مثلا هنا في فرنسا عندكم في اوروبا تيبغيو ديك لي كونت سبوتيفاي لي كونت نتفليكس وهادو ما عادش يطيحو غادي، مثلا غير كونت نتفليكس بريميوم تيطيح ب 15 اورو للشهر، ضربها في 12 شهر هي تقريبا واحد 170 اورو تقريبا. دونك كتلقى في نتفليكس في علي اكسبريس راه داير عام داير بشي 20 اورو 30 اورو، يعني شوف لا ديفيرونس اللي ممكن تربح فيها وتا كليان تيكون رابح. قبل ما نسالي الفيديو كنت باغي نوريكم واحد البلان، شوفوا شنو جاني كارت بيبال عاد خرجوها، ما عرفتش صراحه واش حتى نتوما بانت لكم ولا لا، مي تري انتريسون هاد الايبا هادي. الا كنت عندكم كتبوها لي في لي كومونتير، سينو طلبوا مني نعاود ندير لكم فيديو نوريكم كيفاش ديروا تطلبوها، راه ساهله بزاف وكتنفع، ممكن تخلص بها في كل شيء، يعني في لي سوبر مارشي تخرج بها الفلوس في الكيشي اوتوماتيك كل شيء، هذه زوينه بزاف. دونك هذا ما كانت، نتمنى تكون الفيديو عجبتكم، ما تنساوش تابوناو وتلايكيو وتبارطاجيو مع الناس ديالكم، ما نطولش عليكم ونشوفكم في الفيديو بروشين ان شاء الله. سلام. I
just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall.